مشاهدينا اهلا بكم معانا وحلقه جديده من زينه وطعم البيوت على مدار ساعه ونص من الزمن مع مجموعه من الفقرات المتنوعه مع زميلتي العزيزه عبير عبد الوهاب. اهلا بك يا عبير. اهلا بيك يا نهله، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدينا. ان شاء الله النهارده يكون يوم كده مليان بالفرح والسعد والهنا على كل مشاهدينا. ساعه ونص من الفقرات المتنوعه وكالعاده بنبتدي مع زينه ونهله. تعالوا نشوف اولى فقراتنا هتكون عن ايه النهارده. هنتكلم عن البيوت زي ما بنتكلم دايما يوم الاربعاء، ويعني آفة سيئة بتصيب هذه البيوت وهي آفة الإهمال. الحقيقة النهاردة مركزين يمكن في الفقرة على الإهمال المرأة لمظهرها وإهمالها يعني الاهتمام بزوجها، ودي مشكلة الحقيقة مش بتتسبب فيها المرأة لوحدها، لأن احنا إذا قلنا إن الحياة الزوجية هي شراكة بين اثنين، إذا لو احنا عاوزين الزوجة تهتم بمظهرها وتهتم بزوجها لابد إنها يكون في يعني علاقة متوازية رايحة جاية، أخذ وعطى زي ما بيقولوا. فإذا كانت هي لطيفة وبتعمل حاجة حلوة يثني عليها ويدعمها معنويا، إذا كانت عندها مشكلة معينة أو أعباء كتيرة يحاول يشاركها، وبعد كده بيطلب منها بقى أنها تكون في أحسن صورة وأبهج صورة. النهاردة هنتكلم عن الإهمال إزاي نعالجه وإيه أسبابه علشان نقدر نعدي في حياتنا الزوجية. هو يعني اللي عاوز هيفاء وهبي يبقى هو حسين فهمي. بالظبط كده، دي القاعده لازم يعرفوها. مظبوط، لكن طول النهار يطالبونا احنا بهيفاء وهبي بعدين. مظبوط كده. طيب اولى فقراتنا في طعم البيوت كالعاده كل يوم اربع بيبقى عندنا فقره شاطره ومشهوره، والنهارده بنلتقي من خلالها بكاتبه الحقيقه تخصصت في الكتابه للاطفال، والتخصص بتاعها ده مش مجرد ان هي بتكتب قصص للاطفال بس وخلاص، لا هي الحقيقه ان هي بتكتب وهي في نفس الوقت ممثله مسرحيه وفي نفس الوقت متحدثه مصوره بمعنى اصح، وكمان معلمه يعني بتدرس. فالحاجات دي كلها مع بعضها خلتها تعمل توليفه كده من خلال القصص اللي هي بتقدمها للاطفال، وكمان مش بتكتبها بس باللغه العربيه، بتكتبها باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. يعني بتحاول من خلالها تطرح موضوعات كتيره جدا تعلم بيها الاطفال، وفي نفس الوقت هي حتى نفسها بتقول ان انا بحل مشاكل الاطفال من خلال القصص، يعني حتى المشاكل اللي ممكن تحصل ما بين الاطفال بتحاول ان هي تديلهم الحلول بتاعتها من خلال القصص طبعا بطريقه غير مباشره. الحقيقه يعني موضوع لطيف جدا، والقصص بتاعت الاطفال دايما بتبقى مليانه كده بعناصر فيها جاذبيه وفيها حاجات مشوقه للاطفال، فالنهارده هنقرب اكتر من عالم الطفل من خلال الكاتبه اللي هتكون متواجده معانا ان شاء الله. عارفه يا بير، كنا كلنا متربيين زمان على المسرح المدرسي. يعني كل الحاجات المناهج كانوا يمسرحوها، فكانت بقى نبقى سعداء جدا بان احنا نمثلها. فتخيلي بقى لو كل الحاجات اللي بتهم الاطفال اتعملت في شكل مسرحي اكيد هيحبوها قوي ويتعلقوا بيها وتفيدهم كتير. هتابع الفقره دي بشغف. اما فقرتنا الثانيه في زينه النهارده فهنتكلم فيها على صعوبات التعلم. كتير جدا من اولادنا بيروحوا المدارس وبنفتكر انهم عندهم مشكله في انهم مثلا نسبه ذكائهم منخفض او لا قدر الله في اشياء اخرى، والحقيقه بتبقى انه بيكون عندهم صعوبات تعلم. وصعوبات التعلم دي يعني اهالي كتير بتعدي عليهم ما بتشوفهاش بسهوله، مع انك لو اكتشفتها في اول الطريق ممكن تسهل على ابنك حياته ومشواره وتجعله اكثر قدره على التحصيل. الصعوبات دي اما بتكون في تشتت، فرط حركه، صعوبه في القراءه او في الكتابه او في الحساب، وده كله له علاج وله مسار نفسي ومسار صحي بناخده علشان نخلي الطفل في احسن حاله. ازاي نكتشف صعوبات التعلم وازاي نتعامل معاها؟ ده موضوع مهم هيفيد كتير جدا من الاباء والامهات اللي لسه اولادهم في عمر بدايه المدارس. صحيح، موضوع فعلا مهم قوي يا نهله. طيب الفقره الثانيه في طعم البيوت برضو هنقدم من خلالها حاجه مفيده جدا لكل مشاهدينا الحقيقه، لان كلنا بنتعامل مع الاطعمه، يعني احنا عايشين لازم بنتناول الطعام، فازاي بقى نختار الطرق الصحيحه والسليمه اللي سواء نخزن بيها الاطعمه بتاعتنا. ناس كتيره جدا بتحب حكايه ان هي تفرز الخضروات والفاكهه، وحتى العصاير دلوقتي بيفرزوا حاجات كتيره للعصير. فايه الطرق السليمه لتفريز الاشياء وازاي برضو نفك تجميدها، سواء كانت بقى لحمه، طيور، سمك، الحاجات دي كلها ازاي نفك التجميد بتاعها بطريقه سليمه، ازاي اصلا نتعامل مع الحاجات دي كلها اثناء عمليه الطهي بطرق سليمه، ازاي نتعامل مع البلاستيكات ونعرف ازاي نختار السليم اللي مناسب لصحتنا او لا. العصاير احنا دلوقتي بقى عندنا حاجات كتيره جدا بتبقى اساسها شويه بودره، فهل ده صحي
ولا مش صحي؟ الحقيقه اسئله كتيره جدا هنطرحها النهارده على ضيفتنا اللي هتكون موجوده معانا عشان نعرف ايه الصحي وايه اللي مش صحي، خصوصا ان احنا فعلا دلوقتي بيبقى عندنا يعني حاجات كتيره كده، مغريات زي ما بنقول، مغريات كتيره للاطعمه والمشروبات حوالينا، فازاي نختار الصحي منها ونقدمه لنفسنا ولاولادنا، واللي مش صحي نبعد عنه. دي فقراتنا ان شاء الله تستمتعوا بيها وتستفيدوا من خلالها. هناخد فاصل سريع وهنرجع بعد الفاصل عشان نبتدي مع زينة، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم. أحيان كتيرة في فترة الخطوبة كل طرف بيدي أجمل ما عنده، بيظهر في أبهى صورة، ولكن بعد الزواج بيحصل كده عملية راحة شوية، بنريح، فنلاقي نفسنا إن إحنا مش قادرين ندي الجمال اللي كنا بنديه قبل كده. الرجل اللي كان في أبهى صورة وبيحط كل يوم بارفان وبيلبس قميص مكوي، والبنت اللي كانت حلوة بتعمل شعرها عند الكوافير وبتحط ميك أب خفيف وبتلبس لبس متناسق، كل ده بيتنسي شوية بشوية، خصوصا لو جه أولاد، وبتتحول الحياة إلى شكل روتيني. فبنشوف بقى السيدة اللي شعرها مش متسرح كويس، أحيانا ما بتحطش تقريبا ميك أب خالص، مش مهتمة بهندامها داخل المنزل وربما تهتم بنفسها خارج المنزل أكتر، وكمان بيحصل ده مع الرجل. ده بيكون تأثيره سيء جدا على الحياة الزوجية، والإهمال ده مش بس بيكون إهمال شكلي، لكن أحيانا بيكون إهمال معنوي، فمحدش بيقول التاني كلمة حلوة تشجعه على الحياة. إزاي نهتم ببعض، وإزاي المرأة تهتم بنفسها وبجمالها علشان يعني هي لنفسها الأولا ثم لزوجها وبيتها، ده هيكون محور حديثنا النهاردة مع ضيفتنا العزيزة الأستاذة سوسن صبري، استشاري العلاقات الاسريه وخبيره الاتيكيت واللياقه. اهلا بحضرتك استاذه سوسن. اهلا بيكي يا استاذه نهى. عاوزين كل الستات يكونوا جمال. طبعا. بس يكونوا جمال لنفسهم الاول علشان يدوا الجمال ده لغيرهم. بالظبط. زي ما بيقولوا كده، كن جميلا ترى الوجود جميلا، فلازم احنا الاول نبقى جمال من جوه، وده يطلع على بره وبعدين يطلع للناس. طبعا طبعا. فقولي حضرتك اهميه ان المراه تهتم بمظهرها وجمالها لشخصها قبل اي حد. شوفي يا استاذه نهلا، انا هقول لك، انا في يوم من الايام كانت ليا صديقه، وكانت الصديقه دي من الناس اللي بتهتم بنفسها جدا جدا وبتعتني بنفسها قوي قوي، شكلا وميك اب وشعر وكل حاجه. ففي يوم من الايام قابلتها في الشارع بعد فتره كده ما كنتش شفتها، فلقيتها مش مهتمه، ولقيتها مش هي على الشكل اللي انا متعوده عليه، ازاي شكلها كده وازاي مش مهتمه بنفسها. فسالتها في حاجه؟ افتكرت هي تعبانه، عندها مشكله. فقالت لي لا، اصل انا جوزي مسافر. فالرد ده الحقيقه يعني خلانا اقول لها، اقول لنفسي، هو احنا بنهتم بنفسنا كسيدات عشان حد؟ هو صحيح الزوج من حقه ان هو يشوفني جميله، ده بس ده نمره اتنين على فكره. صحيح. لكن رقم واحد ان انا لازم اهتم بنفسي عشان نفسي انا، لان انا لما بهتم بنفسي وبعتني بنفسي ده بيديني راحه نفسيه، ده كمان بيخليني اشوف الدنيا جميله، ده كمان بيخليني ان انا ابقى في حاله ان انا اعرف ادي، لان لما انا هبقى جميله انا هعرف ادي. فالحقيقه انا دايما اقول، ودايما اقول في اي تريننج معايا للسيدات، اقول لها اهتم بنفسك عشان نفسك، وبعد كده علشان جوزك وعشان المحيطين بيكي وعلشان اولادك، اولادك كمان بيكونوا فخورين بيكي لما بتبقي جميله. صحيح. فالاهتمام بالنفس عشاني، وانا كمان ببقى عندي ثقه بنفسي. بالظبط. يعني انا وكتير جدا من الناس حوالينا، خلينا نقول كل السيدات تقريبا، بيبصوا لنفسهم في المرايه، لو تخنوا شويه بيحسوا انهم بقوا محشين. بالظبط، مش عايزين حد يشوفهم. حقيقي. حقيقي. لو هو في شعر ابيض، يا ده انا عجزت قوي. فالحاجات دي كلها بالزبط. بتاثر علينا بالسلب، وبالتالي يعني اكيد مش هنقدر ندي، لان احنا هنبقى شايفين نفسنا طول الوقت قليلين، احنا عايزين نشوف دايما نفسنا حلوين وفي احسن حاله. كلمه جميله قوي قلتيها يا استاذه نهله، انه لما انا بشوف نفسي هشوف نفسي قليله. على فكره انت لما هتشوفي نفسك قليله الناس هتشوفك قليله. صحيح. لما هتشوفي نفسك جميله الناس هتشوفك جميله، والجمال مش مرتبط بان انا اكون جميله،
ان انا اكون جميله شكلا صح. اطلاقا، بس انا لما هشوف نفسي جميله هيكون عندي ثقه بنفسي، وده طبيعي، دي رساله بتوصل للاخرين. جميل. احيان كتيره الزوج علشان نكون برضو منصفين بيتعرضوا لانواع ضغط كتيره جدا، يعني انا عندي يعني اعداد وجبات منزليه، وفي بقى ابخره وطماطم وصلصه، خلينا نتكلم بصراحه، وبعدين اذاكر لاولادي واوديهم التمارين واوديهم الدرس، ومطلوب مني ان انا ابقى لابسه ومتشيكه واحسن حال. ده ساعات الناس كده للاسف بقى دلوقتي تلبس الاسدال على الهدوم وتنزل، وبقى الحاجات صعبه قوي. فيعني دور الزوج هنا في مساندة زوجته حتى يحصل على أجمل ما فيها. بالظبط. أنا عايزة أقولك إن فعلا دور الزوج مهم جدا في كده. عايزة أقولك كمان إنه لكل فعل ردة فعل، بمعنى إن أنت لو أنت بتدعمني، لو أنت بتحترمني، لو أنت بتدعم طموحاتي، لو أنت كمان بتدعمني في البيت. على فكرة أنا مرة اتكلمت في موضوع إن كيف يكون الرجل رومانسي، من ضمن الرومانسية تخيلي، من ضمن عوامل الرومانسية إن يشتغل معاها في البيت على قد ما يقدر وعلى قد إمكانياته، فما فيش مانع أن أنت تدعمها. كمان المرأة عندها هرمونات بتتغير، المرأة مش زي الراجل، الراجل مش ما عندوش هرمونات يعني، وبعدين إيه، هو بيتغير ويلبس نظارة ويبقى ليه كرش وكل ده، وبعدين هو بقى يلومها إن هي مثلا تخنت شوية، مع العلم أن الهرمونات بتاعتها تغيرت بعوامل الولادة والرضاعة والفطام وكل الحاجات دي. فالمفروض أن هو يشوفها جميلة دايما، يدعمها، يشجعها، لازم التشجيع والمدح دايما. يعني يشجعها لو عايزه تعمل ريجيم، يشجعها لو عايزه تكمل تعليم، يشجعها لو عايزه تتعلم موسيقى، لازم يشجع طموحاتها. وطبعا هيكون حنين عليها، هيكون كمان يعني لو في يوم رجع لقى الدنيا مقصره معاه شويه، هو مش عارف هي طول اليوم بتعمل ايه، ده اضافه ان هي ممكن تكون كانت بتشتغل. فالامور دي كلها تدعيم الزوج، على فكره دعم الزوج للزوجه من اهم عوامل جمالها. احيان كتيره الزوج او الزوجه بيمروا بحاله نفسيه سيئه او بمرحله اكتئاب، فبيحسوا فيها انهم مش قادرين يعملوا حاجه، لا هم قادرين يتجملوا ولا هم قادرين يلبسوا لبس حلو ولا يقولوا كلام حلو. هنا المسانده المعنويه دي ممكن تخرج الطرف الضعيف من حالته. يعني لو الزوج في حاله سيئه ماديه، او في حاله سيئه نتيجه لشغله وضغط شغل، او العكس الزوجه في حاله سيئه لاي حاجه تعرضت لها، اهميه الكلمه الحلوه واهميه ان انا دايما اشجعهم في استمرار الحياة وفي الترابط ما بينهم. بالظبط. احنا حتى لما بنيجي نتجوز اول حاجه بتتقال لنا ان احنا نكون مع بعض في السراء والضراء، في المرض وفي الصحه، فده عهد. على فكره الجواز مش عقد، ده عهد. عشان كده لازم يبقى العهد ده انا التزم بيه، وانا يعني ما حدش ضامن نفسه، ما حدش ضامن ان هو هيكون ازاي، ما حدش ضامن بكره هيكون ازاي. قد ايه بتألم ان زوج ممكن يسيب زوجته لانها مثلا مرت بفتره مرض او تعب او شكلها اتغير، فيبتدي طبعا ان هو ممكن يسيبها او يهملها. ومش بالضروره ان هو يسيبها او ينفصل عنها انفصال مستندات وانفصال حقيقي، ممكن يبقى فيه انفصال جوه البيت. صحيح. يعني بتبقى العلاقه ماتت وهما متجوزين وعايشين مع بعض. طبعا دي مشكله كبيره لازم نتحاشاها بقدر الامكان. علشان كده واحنا برضو بنتزوج لازم نكون انه عارفين انه يعني لما قالوا عشق الروح ملوش اخر لكن أيوة. عشق الجسد فاني، دي مش مجرد كده عباره، لانه فعلا الروح الجميله هي اللي بتشجعك على انك تعيشي مع الشخص ده حتى اخر العمر. بالزبط. ممكن يبقى 80 سنه و90 سنه وبيحبوا بعض جدا وشايفين انهم اجمل الناس وما يقدرش يبص لحد غيرها. بالظبط. تمام. هنا يعني برضو برغم ان احنا بنشجع المراه على انها تهتم بنفسها لنفسها، فكره برضو الكلام الحلو والتشجيع للرجل، يعني احيانا الرجل بيبقى زعلان من حاجات بسيطه قوي ممكن انها تتصلح، انا واجبي ان انا اهتم بيه احيانا، واحيانا الزوجه بتهمل ده لانها عندها مشاغل كتير، يعني اختار له اللبس بتاعه، اهتم بهندامه، اهتم بان انا اقول له كلمه حلوه، اقول له يا سلام ده انت حلو قوي النهارده، جميل قوي النهارده زي القمر. الحاجات دي اعتقد بتفرق كمان مع الزوج جدا جدا جدا. انا عايزه اقول لك حاجه يا استاذه نهله، انه المراه بالفطره يعني هي بالغريزه وبالفطره وبالخلقه بتاعتها الخليقه اللي ربنا خلقها لها انها بتكون ام جيده، لكن ممكن جدا ما تبقاش زوجه جيده. انا معاكي بقى. يعني هي بالفطره هي ايا كان بقى مستواها، يعني ايا كان المستوى بتاعها سواء التعليمي الاجتماعي المادي الوظيفي، هي لازم بتكون ام جيده. استثناءات طبعا الام الغير جيده، لكن ما بتبقاش زوجه جيده في بعض الاحيان. فطبعا الكلمه الحلوه زي ما انت قلتي يا استاذه نهله مهمه جدا طبعا، والتشجيع مهم جدا، والمدح. يا ريت كل طرف من الطرفين يؤكد على كل ما
هو إيجابي في الطرف الثاني، ونحاول ان احنا يعني نتناسى ونلغي من قاموس حياتنا اي كلمه سلبيه. انا عايزه اقول لك، تسمحي لي اقول لك حاجه، يعني قصه بسيطه قوي. في يوم من الايام كانت في زوجه في مكان معين في جمعيه او في يعني في مكان معين المفروض ان هم بياخدوا فيه كورسات وحاجات خاصه بالزواج. فقالوا للزوجات دول كل واحده هتقول لجوزها اكتب صفاتي او صفه واحده من صفاتي اللي مش كويسه السلبيه، وهيحطها في ظرف، وكل زوجة هتجيب الظرف مقفول، هي مش هتعرف زوجها كتب ايه، وهنفتحه هنا. فإذا بقى أحد الزوجات قالت لجوزها الكلام ده وخدت الظرف وهي إيدها على قلبها يا عيني، وراحت الجمعية بتاعتها دي، ولما جه الدور على إنهم يفتحوا الظرف بتاعها لقيوا إنه مكتوب أنا زوجتي ما فيهاش أي صفة سلبية، أنا زوجتي أجمل واحدة، وأنا شايف إن كلها صفات إيجابية. طبعا مش قادرة أقولك أشرقت إزاي وانتعشت إزاي وأسعدت إزاي. وبعدين بقى خدي الأفضل من كده والأحسن من كده، لما جوزها راجع بقى بعد ما هي رجعت وهو راجع بعدها من الشغل، لقاها منتظراه على باب البيت ببوكيه ورد. وبعدين الزوج قال حاجة جميلة قوي، قال أنا زوجتي فيها أكتر من 10 صفات سلبية، بس انا وجدت ان الحل وان هي والتغيير في السلوكيات مش هيجي بالانتقاد او بذكر الصفات السلبيه، لكن هيجي بان انا اؤكد على الايجابيات اللي فيها وما اذكرش خالص السلبيات. الاحصائيات بتقول يا استاذه نهله ان الزوجه دي اتغيرت اكتر من 90% في الصفات السلبيه اللي هو كان شايفها بس ما قالهاش. جميل، وهو قد ايه التشجيع والمدح ده، يعني التركيز على الايجابيات مهم جدا. طالما احنا اتفقنا على ان احنا هنستمر مع بعض، أيوة، وان احنا مش هننفصل، يبقى كل واحد يركز على الايجابيات ويحاول يدعمها. تمام. ولكن لا منع ابدا برضو من الصراحه في بعض الاحيان، لان احيانا في حاجات ما بتبقيش واخده بالك منها وهو كمان ما بيبقاش واخد باله منها. لو في حاجه مش عاجباه في زوجته ممكن يقولها بشكل لطيف، لو عملتي كذا يبقى احسن، انا ناقصني حاجه معينه لو عملتيها يا ريت تبقي يعني. هل ده برضو مستحسن؟ فكره المصارحه وفكره الحديث المستمر ما بينهم والصداقه اللي تسمح بالانتقاد المتزوق. بالظبط، في فرق بين الانتقاد الهدام والانتقاد البناء. اولا عشان الانتقاد بتاعي يبقى مقبول انا لازم اقول الاول المميزات. يعني انا ممكن اقول مثلا ايه، استاذه نهله على فكره انت جميله جدا وكلامك جميل وشكلك جميل وانت كده هتبقي متقبله اي حاجه انا هقولها لك بعد كده سلبيه فيكي. فهو الزوج لو قال لها على فكره انا سعيد جدا معاكي، انت بجد يعني انا ربنا هداني بيكي، تخيلي بقى الكلمات الحلوه دي. لازم طبعا يكون في بعد كده نوع من الصراحه والصدق. هو على فكره الزواج لما بيبقى الزوجين اصدقاء بينجح، وعلى فكره لازم يبقى في تفاهم واحترام بين الزوجين قبل الحب. ياما زيجات ابتدت بالحب وبحبه يا بابا وهرمي نفسي وقصص مش قادره اوصف لك، وبعد كده انتهت بالطلاق وانتهت بالانفصال او انتهت بالتعاسه الزوجيه. وياما زيجات كانت صالونات ما يعرفوش بعض ونجحت بسبب الاحترام بين الزوجين والصراحه والصداقه بين الزوجين. جميل جدا، وجميل برضه ان انا ما الجاش للمقارنات، لان طول الوقت الانسان بطبيعته ما بقاش عنده رضا طول الوقت. فيعني لو ما عندوش رضا عن نفسه وعن شريكته وفضل يقارن بناس تانية وبشركات رجال اخرين مش هينجح في حياته. فالى اي مدى برضه نركز على نفسنا وننسى حكايه المقارنات بالرجال او بالنساء بالنسبه للزوج والزوجه؟ موضوع المقارنات ده سؤال حلو جدا. المقارنة عايزة تهدمي جوزك وتخسري جوزك، قارنيه بحد. عايز تخسر زوجتك قارنها بحد. عايزة تخسري ابنك قارنيه بحد. المقارنة بتهدم وبتدمر جدا جدا وملهاش أي نتيجة إيجابية، بالعكس كل النتائج سلبية. المقارنة تخليني إن أنا ممكن أكره حد ممكن أكون معرفوش. في بنت بتقولي وهي كبيرة، يعني البنت دي كبيرة، بتقولي ماما كانت بتقارني بواحدة قريبتنا بره مش في مصر، مش موجودة، أنا مش شفتهاش. أنا البنت دي، هي طبعا البنت دي كبرت، يعني البنت اللي مامتها بتقارنها، بتقول انا بكرهها لغايه دلوقتي رغم اني ما شفتهاش بسبب مقارنه ماما. كم وكم مقارنه الزوجه بحد تاني، براجل تاني، جوز اختها او اخو جوزها او زميلها في الشغل، ده شيء يهدمه على فكره ويدمره ويتعبه نفسيا جدا. واحنا مع الهدم وليس البناء. بالزبط. ومع ان احنا كل واحد فينا يحاول يتجمل كده بالحاجات الحلوه ويلبي طلبات الزوج على قدر استطاعته ويهتم بنفسه هو لنفسه عشان يشعر بثقه بالنفس. انا بشكر وجودك معانا النهارده، وكلامك
معاك الجميل الأستاذة سوسن صبري استشارة العلاقات الأسرية وخبيرة الاتيكات واللياقة. شكرا جزيلا لحضرتك. ميرسي ليكي، أنا سعيدة أكتر. شكرا لحضرتك. ميرسي جدا. لسه فقراتنا متواصلة مع حضراتكم، وبعد ما تعرفنا على أهمية إن احنا نتجمل لنفسنا ونخلي بالنا من نفسنا علشان نفسنا وصحتنا وحياتنا، خلينا نروح لموضوع تاني وهو صحة أولادنا، صحة أولادنا العقلية والنفسية، إزاي نراعيها؟ إزاي نكتشف المشاكل اللي عندهم مبكرا علشان نقدر نعالجها ونشرك فيها المدرسة ونشرك فيها الأخصائيين النفسيين؟ حول صعوبات التعلم هتكون الفقرة التالية بإذن الله بعد الفاصل.